بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مسألة أفعال العباد، وتوقفنا عند الأدلة. طبعا ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل السنة يقولون الله تعالى هو خالق أفعال العباد كلها، سواء ما كان منها أفعالا اختيارية أو ما كان منها أفعالا اضطرارية، كلها بخلق الله تعالى عند أهل السنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون نحن نخلق أفعالنا. الآن سندخل في الاستدلال على بطلان مذهب المعتزلة وصحة مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: ولنا قوله تعالى الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم. وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أثنى على نفسه سبحانه بالخلق، ولو شاركه فيه غيره لانتفت فائدة المدح أو فائدة التمدح. هذه الأدلة النقلية ثلاثة أدلة كما رأينا، ويوجد غيرها حقيقة، ولكن هو ذكر ثلاثة على سبيل الاكتفاء بالبعض دون بعض. الآية الأولى قال الله خالق كل شيء، ولم يذكر المؤلف وجه الدلالة لأنه واضح. الله خالق كل شيء، شيء بمعنى موجود، فالله تعالى خالق لكل موجود، وفعل العبد شيء موجود في العالم، إذن الله تعالى خالق لفعل العبد، دخل فعل العبد في عموم هذه الآية، الله خالق كل شيء. الآية الثانية الله خلقكم وما تعملون، هنا المؤلف بين وجه الدلالة فقال أي وعملكم، يعني ما إذن ماذا تكون؟ الله خلقكم وما تعملون، تكون ما مصدرية، الله خلقكم وعملكم، يعني ما تعملون ما مصدرية، نفسرها مع ما بعدها بالمصدر، عمل يعمل عملا، فالله خلقكم وخلق عملكم. إذا كانت ما مصدرية فالآية صريحة في الدلالة على مذهب أهل السنة، أن العمل بالمعنى المصدري يعني أنت تفعل فعلا، هذا الفعل يعني عملك، هذا المعنى المصدري، مخلوق لله تعالى. أما إذا قلنا ما بمعنى الذي، فيكون معنى الآية والله خلقكم وخلق الذي تعملونه، خلق الذي تعملونه، هذا ما نسميه ليس المصدر، الحاصل بالمصدر. المصدر هو أنني أعمل عملا، النتيجة التي تظهر هي الحاصل بالمصدر، الذي أعمله يعني المعمول اسم مفعول، فيكون تأويل الآية والله خلقكم ومعمولكم يعني نتيجة العمل. فهنا الآية إذا كانت الما بمعنى الذي تحتمل أن تكون دليلا لأهل السنة، وتحتمل أن لا تكون دليلا، يعني أن يجيب المعتزلة بأن نتائج الأعمال، يعني مثلا أنا صنعت كتابا فحركة اليد وأنا أصنع الكتاب، أقص الورق، أجلد، هذه الحركات التي أقوم بها هو الفعل الذي يصدر مني، هذا محل الخلاف. عندنا هو مخلوق من الله، عند المعتزلة مخلوق من العبد، فعل الإنسان أنه يعني يقوم ب قص الورق والتجليد وكذا، هذا محل الخلاف. طيب النتيجة أننا صنعنا كتاب، هذا هو المعمول، هذا لا شك الجلد والورق مخلوق لله على الرأيين، سواء عند أهل السنة أو عند المعتزلة. لذلك إذا قلنا الله خلقكم وما تعملون، ما بمعنى المصدر وعملكم، هذا صريح في محل الخلاف، صريح لمذهب أهل السنة.
رد على المعتزلة. أما إذا قلنا الله خلقكم وخلق الذي تعملونه، فما هو الذي نعمله؟ إذا قلنا الجلد والورق هو نعم الله خلقه على المذهبين، فتكون الآية خارج محل النزاع. لكن التفتازان أيضا يقول حتى لو قلنا ما بمعنى الذي، الآية دليل أيضا لأهل السنة، لأن الذي نعمله أيضا هو حركة اليد، يعني فعلي هو تحريكي ليدي، أما حركة اليد هذا النتيجة، هذا الحاصل بالمصدر أيضا. وهذا من محل الخلاف، حركة اليد عند المعتزلة نحن نخلقها ليس فقط تحريكي ليدي. فالتفتازان يقول على الوجهين يكون الآية دليل لأهل السنة، إذا كان ما بمعنى مصدرية أو ما بمعنى الذي موصولة. نعم، لكن يعني إذا كانت مصدرية واضح، إذا كانت موصولة التفتازان يقول ليس معمول العبد هو الجلد والورق فقط، بل معمول العبد قبل الجلد والورق هو حركة، والحركة من محل الخلاف، وهي من الذي أعمله، إذن دخلت في الآية. نعم، فإذن الآية إما أن تكون صريحة جدا في الدلالة على مذهب أهل السنة، أو تكون ظاهرة في الدلالة على مذهب أهل السنة، فعلى الوجهين لها دلالة قوية على مذهب أهل السنة. الآية الثالثة قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وهذه الآية أيضا وجه الدلالة خفي، لذلك المؤلف شرح وجه الدلالة فقال أن الآية جاءت في سياق التمدح، أن الله تبارك وتعالى يثني على نفسه، يمدح نفسه بأنه يخلق، ويقول أفمن يخلق، يعني يقصد نفسه سبحانه وتعالى، كمن لا يخلق. فلو كان هناك مشارك لله تعالى في الخلق لا بطلت الخصيصة، بطل الاختصاص، إنه أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني الله يمدح نفسه يقول أنا الذي أخلق وغيري لا يخلق، فيقوم المشركون يقولون لا، فلان وفلان وفلان ونحن نخلق أفعالنا، أين المدح في هذا؟ لكن الله أراد أن يثبت ألوهيته ويبطل ألوهية وربوبية الأصنام، يقول أنا الذي أخلق وهذه لا تخلق شيئا، فهذا دليل أنني أنا الإله وهي ليست بإله. فلو كان البشر أيضا خالقين لأفعالهم لقلنا إذن هذا ليس دليل الألوهية يا رب، نحن نخلق أفعالنا ولسنا آلهة، فكونك أنت الخالق هذا ليس دليل على أنك إله حاشا. إذن هذا وجه الدلالة. نعم، طيب، يقول دليل عقلي الآن، يقول ولأن علم الخالق بالمخلوق شرط قدرة التخليق. لاحظوا قدرة التخليق هي القدرة، هي علة للخلق، يعني القدرة هي العلة والمخلوق هو المعلول. المخلوق بماذا يكون؟ بالعلة، عفوا، المخلوق بماذا يكون؟ بماذا يخلق؟ بالقدرة. فالمخلوق معلول والقدرة هي العلة، علة ومعلول. لكن هذه القدرة التي هي تخلق لها شرط، يعني لا تفعل إلا بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون هناك علم. لذلك نقول نحن عادة إنه الله تعالى يعلم، يريد، يقدر، يعني يعلم ماذا يفعل، ثم يريد، يعني يخصص، يختار، ثم تأتي القدرة تتعلق. هذا الترتيب طبعا ترتيب للتعقل حتى نعقل، ليس ترتيب في الواقع، لأن الصفات أزلية في الواقع. فالله تعالى يعلم ماذا يخلق فيخلق، لكن هل العبد يعلم ماذا يفعل؟ لا يعلم ماذا يفعل. كيف يعني؟ يعني يعلم إجمالا، أنا أعلم أنني أمشي من هنا إلى هناك 50 متر 100 متر، لكن لو سألتني كم خطوة تمشيت في هذه 100 متر أو 50 متر لا أعلم. حتى لو عددتها الخطوات
داخل الخطوة الواحدة في رجل الإنسان كم عضلة تتحرك، كم عصب، كم كيف الحركات وهكذا، الإنسان لا يعلم هذا تفصيلا، حتى إجمالا يكاد لا يعلمه حتى إجمالا. فالآن أنا من بداية الدرس وأنا أتكلم، لو سألتني كم حركة اللسان تحرك لا يمكن أعرف هذا. نعم، كم مرة حركت يدي لا يمكن أعرف هذا. فكيف أكون خالقا لأمور أنا أوجدتها في العالم وأنا لا أعلم عددها ولا أعلم كم هي ولا أعلم كيف هي ولا أعلم أيها سبق الآخر، ثم أنا الذي أوجدتها؟ قال: علم الخالق بالمخلوق شرط قدرة التخليق. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا دليل عقلي وليس نقلي، وجاءت الآية فقط تشير إليه. الدليل العقلي أنه العلم هو شرط للخلق، بلا علم لا يمكن تخلق، والآية أشارت إليه، قال: ألا يعلم من خلق. يعني الآية تقول لنا: أنتم فكروا بعقولكم، هل معقول من خلق يعني الخالق لا يعلم؟ كيف هو يخلق دون علم؟ نعم، وهو اللطيف الخبير. قال: ولا علم لنا بكيفية الاختراع. نحن لا نعلم كيفية الإيجاد، كيفية الاختراع، حتى ننسب لأنفسنا الاختراع والإيجاد والخلق، لا يمكن. طيب، يقول: ودخول مقدور تحت قدرتين، إحداهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب، جائز بخلاف الشاهد. تكلمت أنا في هذا في آخر الدرس الماضي، قلنا أن المعتزلة والجبرية كلاهما انطلق من نفس الإشكالية، وهي كيف يكون فعل العبد مقدور واحد تحت قدرتين لا يمكن عقلا. نحن نوافق أنه لا يمكن عقلا، لكن بقيد من نفس الجهة لا يمكن، لكن إن كان من جهتين مختلفتين، هذه قدرة خلق أو قدرة اختراع كما سماها، والثانية قدرة كسب أو قدرة اكتساب، فلا إشكال فيها. ونحن نعلم دائما اختلاف الجهة كما شرحت أيضا في نهاية الدرس الماضي، اختلاف الجهة يعني بسبب اختلاف الجهة نحل كثيرا من الإشكالات العقلية. يعني هناك تناقضات، مستحيلات عقلية، إذا نظرنا إلى اختلاف الجهة يزول هذا التناقض ويزول هذا الامتناع العقلي. مثلا نقول: النقيضان لا يجتمعان، فلا يمكن أنا أكون موجود ومعدوم معا، أو حي وميت معا. صحيح، النقيضان لا يجتمعان، لكن إذا قلنا أنا حي وميت معا، لكن من جهتين، أنا حي بالنظر إلى هذا الزمن، وأنا ميت بالنظر إلى ما بعد 100 سنة، فيكون الحكم صحيحا، أنت حي وميت معا، حي بالنظر إلى الحال وميت بالنظر إلى الاستقبال. هذا اختلفت الجهة، الجهة الزمانية هنا، الجهة المقصود جهة التفكير، الجهة الزمانية اختلفت هنا، وهذا ليس جمع بين النقيضين، لأن شرط النقيضين يعني الجمع بين النقيضين مستحيل، شرطه أن يكون من نفس الجهة. نعم، وهذا في المنطق يشرح في النقيض، في التناقض، أنه لابد من اتحاد الجهة. لذلك الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. طيب كيف يقول إنك، الخطاب له، إذن هو حي، ميت، هذا في ظاهره جمع بين النقيضين، لكنه ليس جمع بين النقيضين، لأنه إنك الحي ميت يعني ستموت، يعني في الاستقبال. الأوضح من هذا قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: ما رميت، نفي للرمي، ما صدر منك رمي أيها النبي، متى ما صدر منك رمي؟ إذ رميت، عندما رميت. هذا في ظاهره تناقض واضح جدا، في ظاهره هو ينفي الرمي، وما رميت
ولا نقول نحن رأينا رمى، هو نفسه يثبت، يقول إذ رميت، عندما رميت. كيف؟ طيب عندما رميت أنت ما رميت، لكن في التفسير قالوا يعني وما رميت بقدرتك وحولك وقوتك، إذ رميت، عندما أنت رميت، يعني عندما صدر منك الرمي صدر بتوفيق الله وقدرة من الله وقوة من الله، لذلك أعطى أثر عجيب هذا الرمي في المشركين. لكن لو كان بحولك وقوتك ما رميت، يعني كان رميا ضعيفا، ما كان رميا يعطي هذه النتائج الواسعة جدا. وما رميت إذن بحولك وقوتك، إذ رميت بحولنا وقوتنا. نعم، أنت ما رميت بحولك، رميت بحولنا نحن، ما رميت بقوتك، رميت بقوتنا نحن. اختلفت الجهة، بقوتك ما رميت، بقوتنا نعم رميت. ومثل هذا كثير في النصوص، هذا الذي نسميه اختلاف الجهة. اختلاف الجهة يحل هذه المشكلات العقلية، وهذا الذي استعمله أهل السنة في هذه المسألة. فنقول فعل العبد واقع بقدرة الله من جهة الخلق، وقدرة العبد من جهة الكسب. طيب، بهذا تكون مسألة أفعال العباد قد انتهت. نعم جميل، ولكن في برهان التمانع أنه كان لا يمكن يعني تأثير مؤثرين على أثر واحد من أي جهة، من نفس الجهة، لأنه قلنا إذا مثلا أراد واحد أن يخلق زيدا والثاني يريد أن يخلق زيدا، خلق زيد خلق زيد، فقلنا كلاهما يخلقه معا، يعني الأول يخلق زيد والثاني يخلق زيد ومعا، قلنا هذا مستحيل. لماذا؟ اجتماع مؤثرين على أثر واحد. ولاحظ الجهة ما هي؟ خلق زيد خلق زيد، نفس الجهة، هذا ممتنع طبعا. هذا هو هذا الذي نريده، وهذا يعني يكون الخالق لزيد واحد والثاني ليس بخالق لزيد، وإنما ينسب له فعل في زيد من جهة الكسب أو من جهة أخرى، وهذا واقع في العالم. مثلا الولد يولد وينسب وجوده لله تعالى خلقا، ووجوده لأبويه سببا مثلا، يعني هما كان السبب في خلق الله لهم، فنقول لولا الله ما وجد الولد، ولولا الأبوان ما وجد الولد. هذا لكن ليس تمانع، لأن الجهة اختلفت، من عند الله لولا الله، يعني لولا خلق الله، من جهة الأبوين التسبب فقط. نعم، فهذا لا إشكال في هذا، يعني لا يبطل برهان التمانع. نعم، يعني أن ينسب إليك شيء من العالم لا بطريق الخلق، هذا واقع في العالم كثيرا، ولكن هذا لا يجعل فلان إلها. نعم، الأمور الاعتبارية، هذا طبعا ده تابع للدرس السابق، يعني أنت تسأل. نعم، لأنه تكلمنا عن الأمور الاعتبارية في الدرس السابق. الأمور الاعتبارية هي أمور ليست موجودة حقيقة، ليس لها وجود خارجي، ليس لها وجود، ولكن نحن حتى نفهم الحياة بشكل أكثر دقة، حتى نستطيع نفصل الأمور ونرتب كل حكم على ما يرتبط به، هناك بعض الأمور يجب أن نعتبرها كأنها موجودة، وهي موجودة في الذهن فقط، ليست موجودة في الخارج، يعني هي أمور ذهنية، من حيث الواقع هي معدومة ليس لها وجود، ولكن الذهن يفهمها ويعتبرها الذهن كأنها موجودة، ويبدأ يرتب عليها أحكام، يرتب عليها يعني تفاصيل في الحياة، حتى يفهم ويكتسب تصورات دقيقة عن الحياة وعن الارتباط الأمور ببعضها وهكذا. فالذهن محتاج إلى هذا، حتى لأنه الذهن إذا تعامل فقط مع الموجودات لا يستطيع يفهم التفاصيل، لأنه عندنا تفاصيل ليست وجودية. نعم، فيحتاج إلى مثل هذا. هذه الأمور التي نحن نسميها أمور اعتبارية، هي أمور لا موجودة، غير موجودة حقيقة، هي أمور معدومة أصلا، ولكن الذهن عدها، اعتبرها كأنها موجودة،
وتعامل معها على هذا الأساس. بعض العلماء يسميها حال، يعني مرتبة بين الوجود والعدم، لكن الحال يعني مختلف عن الأمر الاعتباري. الحال هو مرتبة بين الوجود والعدم، يعني هو ليس معدوم أيضا وليس موجود. لكن جمهور المتكلمين لا يثبتون الأحوال، يقولون هناك مرتبتان فقط، وجود وعدم، لا يوجد واسطة بينهما. لكن في المعدومات هناك أشياء نجعلها كأنها موجودة، إذن هي ليست وسط بل هي معدومة أصلا، لكن جعلناها كأنها موجودة وحتى نرتب عليها أحكام. الآن مثلا نقول مثلا مثلا عندنا جامعة، في هذه الجامعة يوجد كلية، في هذه الكلية يوجد قسم. لو قلنا مثلا قسم الحديث من هذه الكلية من هذه الجامعة، طيب نقول مثلا قرر قسم الحديث أن تفتح هذه المادة أو هذا الدرس في هذا الفصل، قرر قسم الحديث في الجامعة أن يغلق هذا الدرس، قرر قسم الحديث أن يقبل مثلا 20 طالب هذه السنة، قرر قسم الحديث كذا، قرر قسم الحديث كذا. من هو قسم الحديث؟ هو الأساتذة المسؤولون عن دروس الحديث في الجامعة، هذا هو قسم الحديث. لكن نحن نتعامل مع الأساتذة كأساتذة، ثم نتعامل مع القسم كشخصية مختلفة جديدة. نقول أنت أستاذ في الحديث، وأنت أستاذ في الحديث، وأنت أستاذ في الحديث، ثم نقول قسم الحديث قرر، لا نقول الأساتذة قرروا، قسم الحديث قرر، أو الإدارة قرر، إدارة القسم قرر. ومن هم قسم الحديث؟ هم نفس الأساتذة، لكن الذهن يفصل بين الأساتذة كأفراد والأساتذة يعطيهم وجود جديد، إنه قسم أصبح كشخصية واحدة. هذا الذي نستعمله الآن في الحياة القانونية يسمونه شخصية اعتبارية. نعم، شخص اعتباري. نعم. وتقريبا يعني في حياتنا هناك تفاصيل كثيرة جدا في حياتنا خصوصا قانونيا مرتبطة بهذه الشخصية الاعتبارية. نعم، أظهر مثال الشركات. نعم، أنا وأنت نأتي نعمل شركة في إسطنبول، ومن هي الشركة؟ هي أنا وأنت، لكن الدولة تنظر إلي أنا كمواطن وإليك أنت كمواطن، ثم تنظر إلى الشركة كشخص ثالث. وعند الدولة يعني أنت تحكم عليك بأحكام وأنت الآخر بأحكام، والشركة أحكام جديدة، نعم، ماليا اجتماعيا كذا، يعني نفصل بين الشركة كشركة وبين فلان وفلان. نعم، وحتى صاحب الشركة نفسه يصبح في وقت من الأوقات يعني يرى نفسه كأنه اثنين، يعني لما يعتاد على هذا يقول أنا شخصيا أقبل هذا، ولكن نحن الشركة لا نقبل هذا. ومن نحن الشركة؟ أنت وصديقك فقط. نعم، فتسألني أنا أقول أنا شخصيا مثلا أقبل هذا، صديقي شخصيا يقبل هذا، لكن نقول كشركة نحن لا نقبل هذا، يعني يصبح كأنه شخصية أخرى، وهي نحن نحن نفسنا ما تغيرنا. هذا يسمى شخصية اعتبارية. ففي الواقع في الوجود هو اثنان، لكن في الذهن ثلاثة، أنت وصديقك والشركة. هكذا الأمور، يعني إلى حد ما الأمور الاعتبارية هكذا يكون في الواقع شيئان، الذهن يصنع بينهما علاقة أو ينتزع منهما علاقة ويعتبرها كأنها شيء ثالث في العالم، لا هي ألف ولا هي باء، هي شيء ثالث ويرتب عليه أحكام. كالأب وابنه، الأب موجود في العالم حقيقة، ابنه موجود في العالم حقيقة، العقل ينتزع منهما علاقة الأبوة. نعم، فيقول نقول بسبب الأبوة يجب أن تنفق، بسبب الأبوة يجب على الابن أن يحترم، بسبب الأبوة يكون عندك مثلا أسرة، بسبب الأبوة أصبحت مسؤولا عن تربية الطفل وعلاج الطفل وكذا، بسبب الأبوة، يعني نرتب أحكام. وهو أمر اعتباري، يعني ليس موجودا، الموجود هو الأب وابنه شخصان فقط، الأبوة أمر اعتباري. فممكن واحد يقول أي علاقة بين اثنين إذن أمر اعتباري؟ لا، ليس أي علاقة بين اثنين أمر اعتباري،
لأنه أحيانا نثبت الطرف الأول نثبت الطرف الثاني وننتظر حتى يثبت العلاقة أو لا يثبت. قد نثبت فلان ونثبت فلان موجودان في العالم حقيقة، هل هذا كافي لأن العقل ينتزع منهما محبة، هما يحبون يحبان بعضهما؟ ليس شرط، ممكن يحبان بعضهما ممكن لا يحبان. إذن الحب وإن كان علاقة بينهما لكن هذا ليس اعتباريا، بل هذا الصفة موجودة، يعني تخلق في جسم الأول وتخلق في جسم الثاني. لكن نقول الأول يحب الثاني والثاني يحب الأول، أو نقول الأول يحب الثاني الثاني لا يحب، يعني خلقت في طرف واحد، أو نقول كلاهما لا يحب الآخر، يعني ما خلقت لا هنا ولا هنا. إذن الحب صفة وجودية، يعني عندي طرفان ثم ننظر هل موجود هنا حب للثاني أو موجود هنا حب للأول. قد يوجد من الطرفين محبة، قد يوجد من طرف واحد، قد لا يوجد أصلا، لكن هذا ما الزملاء في العمل. نعم، أنت تعمل هنا وهو يعمل هنا، لا ننتظر، نقول هل يوجد عندك زمالة لصديقك أو للموظف الآخر، لا ننظر إنه هل يوجد أو لا يوجد. هو طبعا ما دمتم تعملون في نفس المكان فأنتم زملاء، هذه علاقة ذهنية. واضح الفرق بين المحبة والزمال؟ نقول أن بسبب كونكما زملاء يجب تعملون كفريق واحد، بسبب كونكما زملاء يجب يكون عندكم احترام لبعضكما، بسبب كونكما زملاء يجب يكون تعاون. انظر نرتب أحكام، يجب 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 بماذا؟ بسبب الزملاء، بسبب الزمالة، وهي أمر اعتبار. هذه الأمور الاعتبارية، نعم، هي أمور ذهنية العقل يعتبرها موجودة ليرتب عليها أحكام، ليقول يجب كذا لا يجب كذا، يجوز كذا لا يجوز كذا، وهكذا. نعم. لا، هناك فرق أولا سأشرحه، ولكن يعني سأبدأ من نقطة أنت ذكرتها، إن هناك الآن في عصرنا من يستدل على وجود الله بمثل هذه الطريقة، أنه مثلا وجدنا المجتمعات المؤمنة أكثر هدوءا، أكثر يعني إيجابية، أكثر يعني نظاما وأخلاقا وتعاونا من المجتمعات الملحدة. المجتمع الملحد يرى حياته عبثية تماما، فلماذا يتعاون مع الناس؟ لماذا يحترم الآخرين؟ لماذا يتعاون معهم بأخلاق وهكذا؟ فيقول بعضهم إنه نقنع الناس بالدين، نقنع الناس بالإيمان بهذه الطريقة، يعني بالآثار الاجتماعية للدين. وهذا مسلك مشهور في بعض المعاصرين، خصوصا في يعني خارج علم الكلام تقريبا، في فلسفة الدين أو هكذا، يتكلمون بهذه الطريقة كثيرا. هذه الطريقة بالنسبة لنا في علم الكلام مرفوضة، غير مقبولة أصلا، لأن هذه الطريقة أولا غير منضبطة، ممكن تنقلب الحياة وتصبح المجتمعات الملحدة أكثر نظاما وهدوءا وسكينة وتعاونا من المجتمعات المؤمنة، وهذا أصلا وقع في العالم. نعم، يعني نسبة الإلحاد الآن في السويد أو النرويج أو كذا أكثر بكثير من الإيمان بالمسيحية حتى، ومع ذلك هناك المجتمع متعاون وأخلاقي ونظيف وكذا، ربما أكثر بكثير من مجتمعات مؤمنة. نعم، هذه إشكالية، إنه هذا غير منضبط، يعني عن أي مجتمعات أنت تتكلم؟ ربما 20 سنة التي أنت عشتها هكذا، بعد 20 سنة يتغير الأمر. ثانيا إنه هذا غير منضبط، أيضا إنه هذا تمام، يعني قد يثبت عند بعض الناس صحة الإيمان ضد الإلحاد، ولكن الإيمان بمن؟ بإله المسلمين أو بإله النصارى، إله النصارى الثلاث أو إله المسلمين الواحد؟ إذا مسألة سكينة لا فرق، تؤمن بـ20 إله مثلا، في النهاية هو سيعطيك سكينة وأخلاق وراحة، لأنك في النهاية ترى فوقك سلطة إلهية، سواء كانت من إله واحد أو من 20. نعم، يعني لا يثبت صحة الدين على دين آخر، هذا إشكال ثاني. لذلك من يقول بمثل هذا يصبح عنده نوع من الميوعة بين الأديان، يعني عدم التفريق بين دين ودين، المهم التدين يصبح عندهم وهكذا. نعم، فهذه الطريقة أصلا يعني بالنسبة لنا مرفوضة،
نعم، وهذه الطريقة تؤدي في نهايتها أن يصبح الإله أمرا اعتباريا. يعني عند من يرى في نفسه راحة بوجود إله يؤمن بالإله، عند من يرى في نفسه الراحة في عدم وجود الإله فينفي الإله، فيصبح الإله أمر اعتبار بهذا المعنى. نعم، يعني ذهننا يصنعه، لذلك هذه الطريقة مرفوضة. لكن يعني غير هذا النقاش، هل مسألة الأمور الاعتبارية يعني تفتح باب لمثل هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الأمور الاعتبارية يعني لها ضوابط عندنا، من ضوابطها أن تكون هذه الأمور الاعتبارية مثلا نسبة ذهنية بين طرفين، كما قلت بين الأب وابنه نعمل نسبة ذهنية أبوة، بين الذي يعمل في الشركة والذي يعمل في نفس الشركة في نفس الغرفة يعملون، إذن بينكم زمالة. لكن لا أستطيع أقول مثلا بين إنسان هنا في إسطنبول وإنسان في أستراليا مثلا، هذا عمره مثلا في إسطنبول 10 سنوات وهناك في أستراليا عمره مثلا 70 سنة، لا يربط بينهما أي رابط، ثم أقول بينهم زمالة. يعني الأمر ليس افتراضي، الأمر يحتاج إلى نظام لانتزاع العلاقة الذهنية. نعم، طبعا هذا له تفصيل طويل في علم الكلام، ولكن هذا يعني أصله أو أصل الفكرة من هنا تبدأ. فلذلك الآن، هل فعلا وجود الإله مرتبط بالعالم هكذا بأي طريقة، أو نحن نظرنا في العالم وجدنا العالم حادث، قلنا الحادث يحتاج إلى محدث، إذن هناك إله؟ انظر، هذا الدليل وجودي، يعني دليل ينتهي إلى وجود ليس إلى علاقة ذهنية فقط، ليس هناك شيئين نزعنا منهما فكرة الإله من الذهن فقط، لا، نحن بدأنا من شيء واحد، العالم حادث، حادث يحتاج محدث، من غيره؟ يحتاج صانع، هذا الصانع ممكن؟ لا يكون ممكن، لأنه يحتاج صانع آخر فيتسلسل، إذن يكون واجب. هذا استدلال لكشف شيء موجود، لم نقم علاقة ذهنية بين العالم وشيء آخر لنصنع في ذهننا إله. نعم، هكذا. طيب، نعم، انتهت مسألة أفعال العباد، بقي بعض الفروع المتعلقة بها. أول فرع هو المتولدات، يقول: وثبت بهذا أن المتولدات بخلق الله تعالى كالألم في المضروب والانكسار في الزجاج، وعند المعتزلة بخلق العبد. لاحظوا، مثلا أنا أحرك يدي أحمل سهم مثلا وأرمي السهم، أنا أحرك يدي، حركة اليد بخلق من عند أهل السنة؟ بخلق الله. عند المعتزلة بخلقي أنا. طيب، أنا حركت يدي، بناء على حركة اليد صار هناك حركة في السهم، حركة السهم بخلق من عند أهل السنة؟ إذا كانت حركة يدك وهي يدك أنت وأنت لا تستطيع أن تخلقها، بخلق الله. إذن حركة السهم من باب أولى هي بخلق الله. طيب، السهم جرح إنسان، شق الجلد، هذا شق الجلد، الشق القطع بخلق من عند أهل السنة؟ من باب أولى بخلق الله. طيب، الجرح سبب ألم، الألم بخلق من؟ بخلق الله. سبب موت، الموت بخلق الله، عند أهل السنة كلها بخلق الله، لأنه إذا كان أقرب الأفعال إليك وهو حركة يدك لا تقدر أنت أن تخلقها بل هي بخلق الله، فالأبعد من باب أولى أن يكون بخلق الله. عند المعتزلة قالوا: خلقنا ليدي، حركة يدنا بخلقنا نحن، حركة يدنا بخلقنا نحن. لماذا قالوا بهذا؟ حتى لا يقعوا كما قالوا في الجبر، إنه إذا كان الله يخلق الحركة في يدي لماذا يحاسبني عليها؟ نحن حللنا هذه المشكلة في الدرس الماضي، إنه نعم الله يخلق الحركة في يدي لكن بناء على إرادتي، إذن يمكن يحاسبني عليها، صحيح؟ نعم. لكن المعتزلة لم يحلوا المشكلة هكذا، فقالوا: لا يمكن هو يخلق الحركة في يدي ويحاسبني، فإذن أنا أخلق الحركة. طيب، نفس هذه المشكلة تأتي، أن السهم يتحرك، جرح إنسان، مات الإنسان، إذا الله هو الذي خلق الموت في الإنسان الثاني، إذن لماذا أنا أحاسب الذي رميت السهم؟
نفس الإشكال عند المعتزلة. نعم، إذا مثلا حركة الصلاة، إذا الله يخلقها في جسمي لماذا يعطيني ثواب أنا عليها؟ إذا حركت معصية في جسمي، إذا الله يخلقها لماذا أخذ أنا عقاب عليها؟ فهم حتى يهربوا من هذا قالوا نحن نخلق الأفعال. طيب نفس الفكرة، إذا هو خلق الموت في جسم الرجل الآخر فلماذا يحاسبني أنا؟ فنفس المنطق عند المعتزلة، هم مضطرون أن يقولوا الموت الذي يحصل هناك بخلقي أنا أيضا حتى أنا أحاسب عليه. لكن هنا مشكلة عندهم، إن ربما أنا أرمي السهم وأموت وفلان السهم يجرحه ويموت بعد أسبوع، فكيف وأنا ميت بعد أسبوع أخلق موتا؟ فوجدوا مشكلة. فلاحظوا المعتزلة وقعوا في ضيق، إن نحن مضطر، المعتزلة مضطرون أن يقولوا الموت الذي يحصل في الرجل الآخر ليس بخلق الله، مضطرون ينسبوه للعبد، ولكن لا يستطيعون نسبته للعبد مباشرة كحركة يده، لأنه قد يحصل هذا الفعل والعبد غير موجود في العالم. فجاءوا بفكرة التولد، أن العبد يخلق أول فعل في يده مباشرة، حركة السهم يخلقها العبد بواسطة حركة اليد. يعني أنا أخلق حركة اليد، حركة اليد هي تخلق حركة السهم، حركة السهم يخلق الجرح، الجرح يخلق الموت أو الألم، الألم يخلق موت، فكلها تنسب للخالق الأول لكن تولدا، يعني كل فعل تولد منه فعل آخر. هذا عند المعتزلة. نحن ما عندنا تولد، لأن نحن نرى الخالق لكل شيء هو الله تبارك وتعالى، ولا يتولد شيء من شيء بمعنى الخلق، يتولد بمعنى يعني أنه الله أجرى العادة أنه هذا الفعل يكون بعده هذا. نعم، إذا سميت هذا تولد لا إشكال عندنا، أنه أجرى الله العادة، إذا انجرح الجلد يكون هناك ألم. نعم، لكن ليس الجرح أو الشق هو الذي يخلق الألم، الله الذي يخلق الألم، لكن أجرى الله العادة، إذا شق الجلد خلق الله ألم. هذا الجمع بينهما، نعم نحن لا ننكر الجمع الترتيب، لكن ننكر تأثير في الترتيب، على نفس فكرة الأسباب والمسببات التي شرحناها أكثر من مرة. هذه هي مسألة المتولدات. فالمتولدات عند أهل السنة كلها بخلق الله، وعند المعتزلة هي بخلق العبد، الأول بخلق العبد مباشرة والباقي بخلق العبد تولدا أو بالواسطة. طيب عند أهل السنة ما دام كلها بخلق الله، لماذا أنا أحاسب على موت فلان؟ لأنك أنت تسببت في موته، إنه الله هو الذي خلق الموت في جسم فلان، لكن ما كان الله ليخلق الموت لولا أنك رميت السهم، وما كان الله ليخلق في يدك رمي السهم لولا أنك أردت أن ترمي السهم. كل مرتب على إرادة العبد. تذكرون في الدرس الماضي لما كتبنا الإرادة وقلنا من يخلق الإرادة؟ هذا الخلاف نفسه. أنا أردت أحرك يدي، فالله الآن بعد إرادتي، أنا أردت، لاحظوا أنا أردت أحرك يدي، لأن الله يخلق في يدي حركة، ثم يخلق في السهم حركة، ثم يخلق في الجلد شق، ثم يخلق في اليد ألم، ثم يخلق موت، كلها بخلق الله، لكن كلها نتيجة ماذا؟ إرادتي، لولا أنني أردت هذه الأمور ما خلقها الله في العالم، فالله خلقها تحقيقا لإرادتي، فأنا المكلف إذن، لولا أنني أردتها ما خلقها الله، فأنت مكلف بها إذن. لكن مثلا لو إنسان مات موتا طبيعيا، إنسان جالس في بيته مات، هذا موت خلقه الله فيه ابتداء، ليس بناء على إرادتنا، صح؟ ابتداء الله خلق موت في فلان، لذلك لا نحاسب عليه. لكن لما نحن نرمي شيء ويموت نحاسب، لأنه الله خلق هذا بناء على إرادتنا، هذا الفرق. نعم، إذن هذا فرع من فروع أفعال العباد، ليس هي مسألة أفعال العباد لكنها أحد الفروع المترتبة على مسألة أفعال العباد. فرع آخر يقول
وأن المقتول ميت بأجله، لأن القتل فعل يخلق الله عقيبه في الحيوان الموت. وعندهم عند المعتزلة مقطوع عليه أجله. نفس الفكرة أيضا، يعني كلها هي تنطلق من أصل واحد. وعند المعتزلة لو الله هو الذي يفعل هذا أو يخلق هذا كيف نحن نحاسب عليه؟ هي هذه الفكرة التي ما استطاع المعتزلة أن يحلوها. نعم، إذا الله خلق في جسمنا كذا فلماذا نحن نحاسب؟ لو حاسبنا يكون ظالم لنا. عند المعتزلة أهل السنة حلوه بمشكلة بطريقة الإرادة، نعم الله خلق في جسمك كذا لكن بناء على إرادتك، فانتهت المشكلة. مسألة الأجل، لو جاء إنسان قتل إنسان آخر، مثلا زيد قتل عمرو، كم كان عمر عمرو؟ مثلا 20 سنة، فجاء زيد قتله على عمر 20. فالآن المعتزلة يقولون لو كان الله هو الذي كتب قدر الأجل أن فلان يموت على 20، إذن لماذا يحاسب زيد على قتله؟ هو أصلا أجله 20. فيا رب أنا ما فعل شيء، أنت الذي كتبت أصلا أن يموت على 20. فلذلك المعتزلة من نفس الأصل أنه إذا كان هذا يموت بالأجل المقدر من عند الله لماذا العبد يحاسب عليه؟ هذا ظلم. أنه يا رب أنت تكتب الأجل لفلان ثم تحاسبنا نحن، لماذا نقتله؟ لكن أهل السنة على نفس الطريقة، إدخال فكرة الإرادة والعلم أيضا، أنه الله يعلم أنك أنت تريد أن تقتله عمره 20، فالله قدر له أجل 20 بناء على علمه بإرادتك. الله من الأزل يعلم أنه أنت في يوم من الأيام ستريد أن تقتله عمره 20، والله تعالى يقول أنت ماذا تريد، أنا سأنفذ إرادتك، لأن هذا هو معنى الاختيار، أنه نحن نختار. تخيلوا لو نحن نختار والله يمنع إرادتنا، هذا ليس اختيار. أنا أختار أمشي في طريق الله يحركني إلى طريق آخر، هل هذا اختيار؟ لا. أنا أختار أطيع الله يمنعني من الطاعة، أو أنا أختار أعصي الله يمنع المعصية تخرج مني، هذا ليس اختيار. إذن تحقيقا للاختيار الله تعالى قال ماذا أنتم تريدون، أنا سأخلق لكم. وهذا حكمة، تحقيق للامتحان وتحقيق للاختيار. فالآن الله يعلم من الأزل أن فلان زيد يريد أن يقتل عمرا ويكون عمر 20 سنة، والله يقول أنا سأحقق هذا الاختيار لزيد، ماذا هو يريد سأحقق له ذلك، والله يعلمه من الأزل فيكتب في القدر أن فلان سيموت عمر سيموت على عمر 20 سنة. نعم. فإذا هل كتب الله 20 لعمر؟ نعم. هل كان هذا إجبار لزيد أن يقتله على 20؟ بالعكس، هذا ليس إجبار، بل هو كتب بحسب علم الله باختيار زيد، فلم يكن إجبارا لزيد، وإنما العلم كشف ماذا زيد سيريد، سيريد كذا فنكتبه من الآن لا ننتظر، لأنه علم الله كاشف لكل ما سيكون. فأهل السنة حلوا المشكلة بإدخال يعني العلم والإرادة. نعم، علم الله بإرادة العبد، أقصد علم الله وإرادة العبد. نعم. المعتزلة ما استطاعوا يحلوا المشكلة هكذا، فقالوا الله لم يكتب 20 سنة، فقالوا الله كتب لعمر أجلا آخر 30 أو 50 أو 70، وجاء زيد فقطع عليه الأجل من المكتوب عند الله، وهذا في غاية القبح. كيف يكون فعل العبد مغيرا قاطعا للأجل المكتوب عند الله؟ لا، هم لا يقولون جهل، يقولون الله يعلم أنه هو سيموت على 20 لكن لم يكتب له 20، لأنه لو كتب سيكون هذا حجة للعبد، يا رب أنه هذا مكتوب عندك أصلا في اللوح المحفوظ أنا ما فعل شيء. نعم. فالمعتزلة يقولون لا، الله يعلم أصلا يعلم لكن لم يكتب، كتب أنه يعني إرادة الله أن يكون هذا العبد يعيش 70 سنة، فجاء القاتل فقتله على 20،
فموته على 20 ليس مرادا لله ولا مكتوبا عند الله، معلوم لله ولكن ليس مرادا لله ولا مكتوب عند الله عند المعتزلة، حتى يكون يعني العبد يحاسب عليه تماما، أنه أنت فعلت شيء لا مراد لله ولا مكتوب عند الله فأنت تحاسب عليه. نعم، ولكن هذا قبيح، أنه كيف يكون إرادة العبد تغلب إرادة الله، أنه إرادة الله يعيش 70 سنة، إرادة زيد أنه يعيش عمر 20 فقط، وعمر في الواقع عاش 20 فقط، صار يعني العالم ليس ملكا لله إذا لا تنفذ إرادة الله في ملكه. نعم، بعض المعتزلة يعني وجد هذا شنيع قبيح، فقال الله كتب أجلين 20 أو 50، 20 أو 70 مثلا، وترك الأمر مفتوح، فجاء العبد فاختار واحد منهما أنه أقتل على 20 فقتله، لو ما قتله سيعيش إلى 50. أيضا هذا أنه الله يعني ما ليس له إرادة جازمة، وجاء العبد فجزم الإرادة، أيضا هذا يضيق الملك، فكرة الملك، لأن الملك الحقيقي هو من يعني الملك الحقيقي والمالك الحقيقي هو من تنفذ إرادته في ملكه. لأن لو عندنا دولة ولكن 50% من الدولة أو 20% لا تنفذ أحكام الدولة فيها، السلطات تريد شيء لا يطبق، تعطي أحكام لا ينفذها الناس، نقول هذه الدولة غير مالكة حقيقة للأرض. نعم، نقول هناك جزء من الدولة هو نعم في الظاهر تحتها، ولكن هي في الحقيقة غير مالكة لهم، لأن أحكامها لا تنفذ. كذلك إرادة الله لابد تنفذ في ملكه تماما، وإلا لا يكون ملك حقيقي. نعم، يقول: وأنه مريد لجميع الكائنات عينا أو عرضا، طاعة أو معصية، لأنه خالقها بالاختيار فيكون مريدا لها ضرورة، إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه وقدره، والمعصية بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته دون أمره ومحبته ورضاه. من فروع المسألة نفس مسألة أفعال العباد، عند أهل السنة الله تعالى مريد لجميع الكائنات، يعني لجميع ما يوجد في العالم، عينا أو عرضا، طاعة أو معصية، كفر أو إيمان، كله خير أو شر، كله بإرادة الله، كل ما يقع في الوجود بإرادة الله تعالى. لكن ما كان من الموجودات طاعة، قال فهو بإرادة الله، بمشيئة الله، برضاه، بمحبته، بأمره، بقضائه وقدره، إذا كان طاعة كله يدخل بإرادة الله، بمشيئة الله، بقضاء الله، بقدر الله، بمحبته، برضاه، بأمره. طيب إذا كان معصية، هذا الذي يقع في العالم، نقول هو بقضاء الله وقدره، بمشيئة الله وإرادته، نعم، لكن لا بأمره، هو ما أمر بالمعصية، لا برضاه، ولا يرضى لعباده الكفر، لا بمحبته، نعم. إذن هكذا نفرق في المشيئة والإرادة، لا نفرق سواء كان طاعة أو معصية، كلاهما بقضائه وقدره، بمشيئته، بإرادته، مشيئة إرادة مترادفة. نعم، القضاء والقدر لا مختلف، يعني سآتي على هذا لاحقا. نعم، في المهم هذه الأربعة، إرادة، مشيئة، قضاء، قدر، تشمل الطاعات والمعاصي، أمر، محبة، رضا، هذه الثلاثة، هذا فقط للطاعات دون المعاصي. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، وهكذا المعتزلة يقولون لا، إرادة الله فقط للخير أو للطاعات، الله ما أراد الشر والمعاصي أن يقع في العالم، فكيف وقع؟ بإرادة العبد. طيب نقول إذن إرادة العبد غلبت إرادة الله، إذا الله أراد أن يقع الخير وأنا أردت أن يقع الشر فوقع الشر، إذن من الذي نفذت إرادته؟ العبد، وهذا مشكلة.
لأنه تقييد لإرادة الله، إبطال لإرادة الله. نعم، يعني المعتزلة جعلوا الإرادة ترادف الأمر، ما أمر الله به أراده. فالله أمر مثلا أبا لهب بالإيمان، إذن عند المعتزلة الله أراد إيمان أبي لهب لكن لم يقع. لكن هذا إشكال، كيف إرادة الله لم تقع؟ لكن لأنهم ربطوا الإرادة بالأمر وقع هذا الإشكال منه. نحن فرقنا بين الإرادة والأمر، نقول الله أمر أبا لهب بالإيمان لكن ما أراد الله إيمانه. ما معنى ما أراد إيمانه؟ يعني ما أراد وقوع إيمانه في الوجود. لماذا ما أراد الله وقوع إيمانه؟ لأنه يعلم أن نفس أبو لهب لا يريد ذلك. ندخل العلم، نحل المشكلة. نعم، والإرادة عندنا صفة تخصيص، ليس فيها معنى المحبة أو الرضا أو الطلب، إنه أنا أريد يعني أطلب، أنا أريد يعني أأمر، لا، أريد يعني أخصص، أختار زمان، أختار مكان، أختار صفة، أختار شكل، هذا معنى الإرادة، إرادة تخصيص. نعم، فلما نقول الله أراد إيمان أبي بكر يعني خصصه بزمان بمكان بشكل بصفة، لما نقول الله ما أراد إيمان أبي لهب يعني ما خصصه، ما اختار له زمانا، ما اختار هذا الإيمان لأبي لهب، ما اختار الله له زمانا ومكانا وصفة، ما اختاره. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه أبو لهب نفسه لا يختار ذلك. فإذا هو نفسه لا يختار ذلك، الله يقول أنا أيضا لا أختاره له، لأنني سأحقق إرادة العبد. إذا هو إرادته كفر، أنا سأحقق له ذلك، سأخصص له وقوع الكفر. نعم، سأخصص له الكفر أن يقع في زمان معين في مكان معين بصفة معينة وهكذا. نعم، يقول وعند الأشعري المحبة والرضا يعمان كل موجود كالإرادة. إن الإمام الأشعري جعل المحبة والرضا بمعنى الإرادة، يعني هذا ينقل عن الأشعري في عدد من الكتب، لكن أيضا ينقل عن الإمام الأشعري مثل قول الأول، مثل القول الأول. والحقيقة هو الخلاف اصطلاحي، يعني إذا كنت عند الأشعري إذا كنت تقصد بالمحبة الإرادة، أو إذا كنت تقصد بالرضا الإرادة، فنعم إذا تكون الله أراد الخير وأراد الشر، يعني أراد الإيمان وأراد الكفر، إذا رضي بهذا ورضي بهذا، يعني رضي بوقوعه. نعم، أما إذا قلت المحبة ليس هي الإرادة الوقوع، هي إرادة الثواب على الفعل. يعني ما معنى الله يحب مثلا الزكاة؟ يعني يريد أن يثيب عباده على الزكاة. ما معنى أن الله يرضى مثلا الصيام؟ يعني يريد أن يعطي ثواب على الصيام. انظر، صارت ليست إرادة وقوع، إرادة ثواب. إذا كان الآن الإرادة وعفوا إذا كانت المحبة والرضا بمعنى إرادة الثواب، إذن لا تكون مساوية للإرادة، أن الله أراد كل شيء خير وشر، لكن ما أراد الثواب على الشر، فهنا يختلف. وفي الحقيقة الأشعري لما يعني فسر المحبة والرضا بالإرادة يقصد هذا الثاني، أنه إرادة الثواب. فلا يكون إذن عمم المحبة والرضا لكل أفعال الله، لأنه في القرآن بشكل صريح لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، نص صريح. فكيف الأشعري يقول المحبة والرضا يعمان كل موجود؟ كما الله أراد كفر الكافر إذن يرضى كفر الكافر؟ لا يمكن نقول هذا. هو الخلل كما قلت حصل من معنى الإرادة، إنه هل المحبة والرضا هي الإرادة مطلقا فتعم كل موجود، أو هي إرادة الثواب؟ إذا إرادة الثواب تكون في الطاعات وفي الخير فقط، من هنا حصل الإشكال. نعم، فالأشعري يقصد الثاني طبعا. نعم، إنه المحبة والرضا هي إرادة ولكن إرادة الثواب، فيكون قوله نفس قول الحنفية الماتريدية لا فرق. نعم،
نعم، يقول: وعند المعتزلة هو مريد للخير والطاعة دون المعصية، واختلفوا في المباحات. يعني عند المعتزلة الله يريد الخير، نعم يريد الخير، يريد الشر، قالوا لا يريد الشر، واختلفوا في المباحات هل تقع بإرادة الله أو لا. لكن كما قلت عند أهل السنة الإرادة تشمل جميع الموجودات، سواء كان خيرا أو شرا أو مباحا، سواء كان طاعة أو معصية، كله مراد لله كما قلنا. لأنه ما معنى الإرادة؟ تخصيص الشيء بالوقوع في زمان في مكان بصفة، هذا هو الإرادة. لما يقول الله أراد كفر الكافر، ليس معنى أنه أمر أو رضي أو أحب، لا، معنى خصصه أن يقع في زمان كذا في مكان كذا في على صفة كذا. ولماذا الله خصصه أن يقع؟ لأن الكافر اختاره. نعم، فالأمر يعني لعلم الله بأن الكافر يختاره، فلا إشكال أبدا ولا جبر. قال: ونتمسك بما روي لقوله تعالى عند المعتزلة: وما الله يريد ظلما للعباد. لاحظوا هذا الدليل استدل به المعتزلة: وما الله يريد ظلما للعباد. لاحظوا هذه الآية يعني فيها صعوبة من حيث أهل السنة، لأن نقول الله أراد كل ما يقع في العالم، صحيح؟ طيب، يقع في العالم ظلم، يقع في العالم ظلم، نعم، فلان يظلم فلان من الناس، كذا يظلم كذا، هل هذا الظلم الواقع في العالم مراد لله يقع بإرادة الله أم لا؟ عند أهل السنة نعم يقع بإرادة الله، ولكن ليس جبر، لأنه الله يعلم أن العباد يختارون هذا، فالله يريد أن يحقق اختيارنا. ماذا أنتم تريدون؟ فلان أراد يظلم فلان، فالله يعطي الاختيار فيريد أن يقع ذلك، هذا مذهب أهل السنة. لكن الآية تقول: وما الله يريد ظلما للعباد، هذا حسب رأي المعتزلة واضح أنه الله الظلم الذي يقع في العالم ليس بإرادة الله، فقط بإرادة الناس. لكن هذا مشكل، أنه سيكون هناك جزء من العالم ليس بإرادة الله، صحيح؟ ونحن نعلم أكثر العالم طاعة أو معصية، معصية، وأكثر العالم كفر أو إيمان، كفر، وأكثر العالم ظلم أو عدل، ظلم، أكثر العالم فيه شر أو خير، شر، نعم، خصوصا العالم بمعنى الأرض مثلا، لو خصصنا بالأرض، لو قلنا بمذهب المعتزلة إنه الشرور والأمور القبيحة والظلم والمعاصي والكفر لا يكون بإرادة الله، إذن غالب الأرض خارج عن إرادة الله، هذا إشكال كبير، كيف يكون ملكا مالكا للأرض وهي خارج عن إرادته في الغالب؟ لكن الآية دليل قوي للمعتزلة: وما الله، ما بمعنى ليس، يعني ليس الله يريد ظلما للعباد، الله لا يريد الظلم للعباد. نعم، لاحظوا الآية حقيقة ليست، يعني جوابها الآن سأجيب أهل جواب أهل السنة، جوابها سهل، ظاهرها فيه صعوبة، لكن لاحظ هل ذكر مصدر الظلم من أين؟ وما الله يريد ظلما للعباد. الله لا يريد ظلما من الله للعباد، أو ظلما من العباد للعباد، الآية لم تصرح بهذا. نعم، فننظر في الأدلة الأخرى الآن. الأدلة الأخرى قال مثلا: وما ربك بظلام، هو ليس بظلام للعبيد. إذن إذا قلنا هنا يعني وما الله يريد ظلما للعباد، قلنا احتمالا أن الله لا يريد ظلم من الله للعبد، أو ظلم من العبد للعبد. لنكتب. يقول: وما الله يريد ظلما للعباد، ما نفي،
الله لا يريد ظلما للعباد، هذا احتمالا كما قلنا، ظلم من الله للعباد أو ظلم من العباد إلى العباد. نظرنا في القسم الأول، هنا نفي الله لا يريد ظلم من الله للعباد، وجدنا نعم في الآيات الأخرى صحيح، صحيح بمعنى ما، يعني أن الله لا يريد. في الآيات الأخرى قال وما ربك بظلام للعبيد، هو ليس بظلام، يعني نفى هذا، فإذا هذا موافق فعلا أن الله لا يريد ظلما منه هو للعباد. نعم، فنفسر الآية بهذا، هذا صحيح. طيب، بقي القسم الثاني وهو محل النزاع، وليس هناك دليل آخر في القرآن يقول حتى هذا الظلم الذي هو من العبد إلى العبد الله لا يريده، بالعكس هناك أدلة إنه هذا القسم الله يريده، لأن كل ما يقع في العالم يقع بإرادة الله. نعم، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، وكما سيأتي بعد قليل ما شاء الله كان، وهكذا سنأتي بعض الأدلة بعد قليل، إنه كل ما يقع في العالم بإرادة الله، وهذا الظلم من العباد للعباد يقع في العالم، إذن هو بإرادة الله يقع. نعم، ونفس الفكرة، هل هو فيه جبر؟ لا، لأنه يقع بإرادة الله بناء على علمه باختيار العبد له. يقول ونتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا يعني قد لا يثبت كحديث، ولكن هذا كثير جدا في كلام السلف، كما قال جميع الأمة، يعني يكاد يكون إجماعا، بل هو إجماع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، أيضا قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لاحظ المعتزلة قالوا الله أراد إيمان جميع الناس، أراد هداية جميع الناس، لكن بعض الناس اهتدى بعضهم لا، عند المعتزلة صح، لكن إرادة الله عامة للخير، إنه الله أراد الإيمان للجميع، أراد الهداية للجميع، لكن الآية تقول من يرد الله أن يهديه، فقط من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لاحظ من يرد الله أن يهديه، إذن هناك قسم أراد الله أن لا يهديهم، فالآية يعني قسمت الناس إلى قسمين، قسم أراد الله أن يهديه، قسم ما أراد الله أن يهديه. وتتمت الآية هكذا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، من يرد الله أن يضله. إذا الناس قسمان، قسم أراد الله أن يهديهم، قسم أراد الله أن يضلهم. فكيف المعتزلة يقولون الله أراد هداية الجميع؟ إذن الآية موافقة لمذهب أهل السنة، إنه قسم من الناس أراد الله أن يهديهم، قسم آخر أراد الله أن يضلهم. نفس السؤال، طيب لماذا نحاسب إذن؟ إذا الله أراد يهدي فلان ويضل فلان، الله أراد أن يهدي فلان لأن الله يعلم أنه هو يختار في قلبه الهداية، والله أراد أن يضل فلان لأن الله يعلم أنه هو اختيار فلان الضلال. نفهم هذا من آيات أخرى. نعم، فلا يجوز نأخذ فقط الفكرة من آية منفردة، لابد نجمع جميع الآيات في هذا السياق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا هو، لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لهداهم. إذن من هو الذي يريد الله أن يهديهم؟ من علم الله في قلبه خير، بدليل الآية الأخرى، وهكذا. نعم، قوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لاحظوا إن كان الله يريد أن يغويكم، إذن هناك إرادة الغواء، يعني الضلال عند الله موجودة أيضا، لكن لمن تأتي هذه الإرادة؟ لمن علم الله أنه هو يختار الضلال،
فتأتي إرادة الله أن يضلهم. وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هذه آية مهمة جدا. المعتزلة يقولون الله أراد الإيمان لجميع الناس، لكن هم أشركوا، قسم من الناس أشركوا لوحدهم ليس بإرادة الله عند المعتزلة، لكن آية تقول لو شاء الله ما أشركوا. ما هو مفعول به شاء هنا؟ ولو شاء الله ما هو المفعول به؟ ولو شاء الله هدايتهم أو إيمانهم ما أشركوا. لو شاء، إذن هو ما شاء إيمانهم، لأنه لو حرف امتناع. لو شاء إيمانهم ما أشركوا، لو شاء إيمانهم لآمنوا. فالآية تقول لو شاء الله، يعني لو شاء إيمانهم ما أشركوا، إذن هو ما شاء إيمانهم. هذا الصريح لمذهب أهل السنة. وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هذا أوضح أيضا، لو شاء الله أن يكون كل البشر مؤمنين لجمعهم على الهدى، لأعطاهم جميعا الهداية، لكن الله ما شاء ذلك، لذلك ما جمعهم على الهدى. لكن بنفس الطريقة، إنه إذن أجبرهم؟ لا، ما أجبرهم، لأنه يعلم أنهم اختيارهم يختلف من شخص إلى شخص. فإذا الله قال سأترك كل واحد باختياره، فالله ما شاء أن يجمعنا على الهدى جميع البشر، لأنه يعلم أنه نحن متفرقين، بعضنا سيختار الهداية بعضنا سيختار الضلال، والله شاء أن يحقق لكل واحد اختياره، فما شاء الله أن يجمعنا على الهدى. في آية أخرى ما ذكرها المؤلف، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، انظروا التأكيدات أيضا، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، نعم لو شاء، لكن ما شاء ذلك. إذن كما قال أهل السنة، الله شاء إيمان المؤمن، والله أيضا شاء كفر الكافر، أراد الله إيمان المؤمن وأراد الله كفر الكافر، لكن هذا ليس معناه لا جبر ولا محبة ولا رضا من الله بفعل الكافر، بل الله أراد إيمان المؤمن لعلمه بأنه هو نفسه يختار الإيمان، والله أراد كفر الكافر لعلمه بأنه هو الكافر نفسه يختار الكفر. كما نقول مثلا أستاذ علم أن هذا الطالب يريد النجاح ودرس جيدا وكتب جيدا، فالأستاذ قال وأنا أريد له النجاح. طالب آخر ما درس وأهمل وقال أنا لا أريد النجاح وغير مهتم أبدا، والأستاذ علم ذلك وقرأ في ورقته ذلك، فقال وأنا أريد لك الرسوب، إذا أنت تريد لنفسك هذا الاختيار أنا أريده لك أيضا، نعم ماذا أنت تريد سأكتب لك. الفرق أن الأستاذ يريد هذا بعد إرادة العبد، الله تعالى يريد هذا من الأزل، لأن كل شيء مكشوف لله معلوم لله، لا يحتاج أن ينتظر. الأستاذ ضعيف لا يعلم الغيب، لكن ينتظر أن يرى ورقتك حتى يعطي قرار. أنت تريد النجاح أنت تريد عدم النجاح، الأستاذ بعد فعلك يعلم، لكن الله من الأزل يعلم، فيريد من الأزل ولا ينتظر. نعم، يقول وتأويل ما تلو مسألة وما الله يريد ظلما للعباد، أن الله لا يريد أن يظلم أحدا، انظر الآية التي كتبناها وما الله يريد ظلما للعباد، يقول تأويل ما تلو أن الله لا يريد أن يظلم أحدا، إنه هو لا يريد أن يظلم هو أحد، لأن أهل اللغة قالوا إذا قال الرجل لا أريد ظلما لك معناه لا أريد أن أظلمك، نعم، وليس معناه أنه أنا أقول أنا لا أريد الظلم لك، يعني لا أريد من الناس أن يظلمك، ما علاقتي بالناس أنا؟ أنا لما أقول لك أنا لا أريد الظلم لك يعني لا أريد أنا أن أظلمك، نعم، يعني هذا جواب المؤلف، لكن نحن أجبنا بطريقة النصوص الأخرى، هو أجاب بطريقة لغوية، قد ننازع في الطريقة، لكن هذه بالنصوص الأخرى. هنا احتمالان، النصوص الأخرى دلت على ترجيح احتمال الأول، انتهى في نظري، هذا يعني أقوى في الجواب.
يقول: فالحاصل أن الإرادة تلازم الأمر عندهم. هذه خلاصة المسألة. الإرادة عند المعتزلة تلازم الأمر، كل ما أمر الله به أراده. هل كل ما أمر الله به وقع؟ لا. إذن هل كل ما أراده الله وقع؟ لا، عند المعتزلة هكذا. الإرادة ملازمة للأمر. الله أمر بالإيمان أمرا عاما، إذن إرادة الله عامة عنده. هل كل ما أمر الله به وقع؟ لا، إذن ليس كل ما أراده الله وقع. قال: وعندنا تلازم الفعل، يعني كل ما خلقه الله في العالم، كل ما فعل في العالم، كل ما وجد في العالم أراده الله، هي تلازم الفعل، فلا تتعلق الإرادة بالمعدوم. نعم. أيضا من فروع المسألة، نحن قلنا من فروع مسألة أفعال العباد ماذا؟ المتولدات، مسألة الأجل، ومسألة الإرادة هل تعم أو لا تعم. لأن فرع رابع يقول: وثبتت به بمسألة أفعال العباد نفس الخلاف مسألة الهدى والإضلال، لأن الهدى من الله تعالى خلق الاهتداء في العبد، والإضلال خلق الضلالة فيه. هل يعني بطريقة أخرى، هل الله هدى جميع الناس؟ لا، الله هدى المؤمنين وأضل الكافرين. نعم، يهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا في القرآن. نعم، أضله الله على علم، يعني هناك نصوص تقول الله هدى فلان أضل فلان كما رأينا. فإذا هل الله هدى جميع الناس؟ لا، الله هدى المؤمنين فقط وأضل الكافرين. لأنه ما معنى الهداية؟ كما قال، الهداية هي خلق الاهتداء في القلب، يعني خلق الإيمان في القلب، هذا هو هداية الله للإنسان، أن يخلق الله في قلبه إيمانا اهتداء. ما معنى أضل الله فلانا؟ يعني خلق في قلبه كفرا وضلالا. فالهداية معنى خلق الاهتداء في قلب العبد، والإضلال خلق الضلال في قلب العبد. فإذا الله خلق الإيمان لبعض الناس، خلق الكفر لبعض الناس، إذن هدى فلان وأضل فلانا. وهذا ورد في نصوص كثيرة كما رأينا، أنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أضله الله على علم، من يريد الله أن يهديه، من يريد أن يضله، واضح، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين في آية أخرى. نعم. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب. المعتزلة نفس الفكرة، لا يريدون أن يقولوا الله هدى فريق من الناس فقط، لأنه هذا سيدخلنا نفس الإشكال، لماذا يحاسبنا إذا هو هدانا؟ إذا هو أضل فلان لماذا يحاسبه؟ نحن حللنا المشكلة بالعلم، أن الله يعلم اختيار الإنسان، فبناء على اختياره الله هدى أو أضله. لكن المعتزلة نفس المشكلة، ما يعني أدخلوا العلم فما حلوا المشكلة، فاضطروا أن يعمموا إرادة الله قبل قليل الإيمان، ومنها الهداية نفس الشيء، فأرادوا أن يعمموها، أن الله هدى جميع الناس. ما معنى هدى جميع الناس؟ يعني خلق في قلوب الإيمان؟ لا يمكن. فقالوا إذن هدى جميع الناس بمعنى يعني بيّن لهم طريق الصواب، وأن الله نعم بيّن للجميع طريق الصواب بالرسول بالكتاب بالعقل، المهم الله بيّن طريق الصواب لكل الناس. طبعا نحن لا ننكر هذا، الهداية بهذا المعنى نعم لا ننكر هذا، وهذا موجود في القرآن، وهديناه النجدين مثلا، حتى للكافر الله هدى بهذا المعنى. لكن الهداية المعنى الأول نحن نثبتها، هم لا يثبتونها، ونقول الهداية المعنى الثاني موجودة، بيان طريق الصواب، لكن لا تصلح لتفسير جميع النصوص،
مثل قبل قليل قلنا مثلا فمن يريد الله أن يهديه، هل هنا معناه من يريد الله أن يبين له طريق الصواب؟ لا، الآية تقول من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هل معنى الآية من يريد الله أن يبين له طريق الصواب يشرح صدره للإسلام؟ الله بيّن طريق الصواب للكل، لكن ما شرح صدر الناس الجميع الناس للإسلام. فإذا نقاشنا والمعتزلة أن نحن لا ننكر الهداية بالمعنى الثاني بيان طريق الصواب نقول هذا المعنى موجود للهداية ويصلح لتفسير بعض النصوص، لكن المعنى الأول الذي أنتم لا تقبلونه، يعني خلق الهداية في القلب أو خلق الاهتداء في القلب، خلق الإيمان في القلب، هذا هداية من الله أنتم لا تقبلونه، هذا نحن نضيفه للمعنى الآخر ونفسر كثير من النصوص به، وهذا الإشكال عندكم أنكم لا تقبلون هذا. نعم. قال والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. المعتزلة يقولون ما معنى أن الله يهدي؟ يعني يبين طريق الخير. طيب ما معنى أن الله يضل؟ قالوا يعني يسمي العبد ضالا عندما هو يخلق لنفسه الضلال، فالله يسمي ضال. لا، هو ضل بنفسه فالله سماه ضالا، سماه ضالا، هذا يسمونه أضل. نعم. يقولون أو حكمه بالضلال، يعني العبد ضل بنفسه، يعني خلق لنفسه الضلال العبد، فالله سماه ضالا أو حكم عليه بالضلال، فقد تسمي أو حكم. نعم. لكن كما قلت هذا لا يناسب كثير من النصوص. نعم. يعني ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، من يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيق، هل معناه أنه من يريد الله أن يسميه ضالا؟ لا يتأتى هذا. أو من يريد الله أن يحكم عليه بالضلال، لا يأتي هذا. يعني مسألة الهدى والإضلال كما قلت مسألة مشكلة جدا، لأنه يعني هي على الحافة، إما أن تبقى أنت متوازن أو أن تميل إلى جانب تعطل قدرة الله وإرادة الله وتقول العبد بنفسه يفعل كما فعل المعتزلة، إما تميل إلى طرف وتعطل قدرة الله وإرادة الله تجعل العبد خالق، أو تميل إلى الطرف الآخر تجعل العبد مجبور، إنه الله هدانا الله أضلنا إذن نحن ليس لنا علاقة، فلان من المؤمنين نعم الله هدى الحمد لله، فلان من الكافرين الله أضله هو ليس له علاقة، فلان مطيع لأنه الله يهدي، فلان عاصي الله ما هدى. وهذا يعتذر به بعض الكسالة، بعض الناس يكسل عن الطاعة فيقول الله ما هداني الله ما وفقني، وهذه حجة المشركين قديما، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إنه هذا بمشيئة الله نحن ليس لنا علاقة. نعم. لكن كما قلنا أهل السنة متوازنون، نقول نعم الله الذي أراد كفر الكافر وأراد معصية العاصي، لكن ليس معنى ذلك أنه أجبره، بل الله علم أن هذا الإنسان نفسه هو يختار الضلال أو المعصية أو الكفر، فالله أيضا أراد له الكفر فأضله، يعني خلق الكفر في قلبه بناء على إرادة العبد. لو كان هذا العبد ما اختار لنفسه الكفر، هل سيكون الله يضله؟ لو العبد ما اختار لنفسه الكفر، هل الله سيخلق في قلبه الكفر؟ لا. إذن ما معنى أضله؟ يعني يخلق في قلبه الكفر، هل الله سيضله؟ لا. هل الله في الأزل سيكتب اسمه في الضالين؟ لا. لكن لأنه أنت أيها العبد أنت اخترت لنفسك هذا الطريق، والله من الأزل يعلم اختيارك، فالله كتب اسمك في أصحاب هذا الطريق، إذا اخترت طريق الخير الله من الأزل يكتب اسمك في المؤمنين، ويريد الله أن يجعلك من المؤمنين، وعندما يخلقك يخلق الإيمان في قلبك، وإذا أنت تريد طريق الكفر والعياذ بالله الله من الأزل يعلم ذلك فيكتب اسمك في قسم والعياذ بالله الكافرين،
وعندما يخلقك يخلق الكفر في قلبك. فإدخالنا لفكرة العلم وإرادة العبد، إن العبد يريد، الله يعلم ماذا يريد العبد. إذا يعني وازننا بين هذين الأمرين، إن العبد له إرادة وإرادته مكشوفة لله من الأزل، تنتهي المشكلة. نعم. طيب نقف هنا، بقي الصلاح والأصلح في هذه الصفحة 27، وبعدها تكليف ما لا يطاق، وبعدها الرزق. هذه المسائل الثلاث أيضا في الدرس القادم إن شاء الله نكملها. نعم، الدرس القادم سيكون لهذه المسائل الثلاث، مسألة الصلاح والأصلح وتكليف ما لا يطاق والرزق إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.